بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الاخبار. النهارده الحقيقه عندنا مجموعه كبيره من الاخبار، ويبدو ان هذا الاسبوع كان اسبوع سعيد على الالعاب الاخرى كلها في النادي الاهلي، يعني نجاحات كتيره حصلت في الالعاب الاخرى وهنستعرضها مع حضراتكم في النصف الاول من خلال اخبارنا ان شاء الله. ويعني يمكن كان حضراتكم تابعتوا اغلب المنافسات هذا الاسبوع، وكنا الحمد لله بشكل جيد ماشيين لكل الفرق، وبالتفصيل هنقول لحضراتكم. النص الثاني من حلقتنا هيكون النهارده معانا فقره حواريه. النهارده هيكون معانا التايجر الاهلاوي في الاسكواش تاني العالم مصطفى عسل. الحقيقه مصطفى الفتره اللي فاتت كان عنده مباريات كتيره، يمكن موسم الاسكواش ابتدى بقاله فتره شهرين ثلاثه. هو الحمد لله قفز قفزات كبيره جدا ابتداء من السنه اللي فاتت في التصنيف العالمي. اخر نشره نزلت عن المنظمه الدوليه للمحترف الاسكواش، مصطفى بيحتل الترتيب الثاني، بالرغم الحمد لله من صغر سنه 21 سنه. لسه مصطفى باذن الله ينتظر مستقبل كبير. مصطفى ان شاء الله لسه عنده بطولات يمكن شهرين جايين، لان ان ده انسب وقت نقدر نستضيف فيه مصطفى عسل. طبعا دي صوره نجمنا التايجر الاهلاوي مصطفى عسل. كانت فرصه كويسه جدا عشان يتكلم معاه على اللي فات وعلى اللي جاي، وما اثير الفتره اللي فاتت من امور كتيره تخص هذا اللاعب هتكون معانا على الترابيزه، وهنتكلم بدون اي حرج وبدون اي يعني حدود، وهيفتح قلبه مع جمهور النادي الاهلي كالمعتاد. ده هيكون في النصف الثاني من حلقتنا. النصف الاولاني زي ما قلت لحضراتكم اخبار كتيره جدا وتسر جماهير النادي الاهلي، اللي تديها من كره اليد سيدات، وكان عندنا لقاء معه لليدو في استكمال الدوري. زي ما حضراتكم عارفين دوري سيدات كره اليد عباره عن 18 فريق بيلعبوا رايح جاي، طبعا مباريات كتير، عدد كبير جدا من المباريات. اخر مباراه كانت مع هوليدو في الدوري وخلصت بنتيجه 40-10، يمكن فرق كبير، ولكن المهم من هذه المباريات مش المكسب بس، ولكن الاهم منه هو عوده الانسجام مره اخرى، لان الفرقه دي ما اتمرنتش مع بعض كتير بشكل جيد عشان توصل للفورمه بتاعتها من اول الموسم. شهدت المباراة مشاركة عدد كبير من الناشئات لاكتساب الخبرة تمهيدا للاستعانة بهن في مشوار المنافسات المقبلة. يذكر أن فريق كرة اليد حقق الفوز في المباراة اللي فاتت على فريق هليوبلس بنتيجة 37-7 ضمن منافسات نفس البطولة، لا بطولة القاهرة. ماتش هلوليدو اللي احنا يعني منه صور دي كانت في بطولة الدوري، ولكن ماتش هليوبلس كان في منطقة القاهرة، واستطعنا اللاعبات ان هم يفوزوا طبعا 37-7. بيقود طبعا الفريق كابتن محمد عادل زولا. الفريق عمل معسكر في الكويت، معسكر ناجح، لعب اربع مباريات بطوله الكويت الدوليه، حصل على البطوله. المهم يعني الفريق اللي محتاج له في هذه المرحله الكثير 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 من المباريات قبل ما يصطدم بمباريات قويه. مهم جدا يبقى في انسجام ما بين اللعيبه وبعضيها، لان الفرقه دي ما اتمرنتش بشكل جيد من اول الموسم بسبب تجمع المنتخب لمده 3 شهور، وايضا لعب منتخب مصر لعب بطوله افريقيا في السنغال. فالفريق ده الحقيقه وكان فيه عدد كبير من اللاعبات منضمه مع المنتخب، فالمنتخب ده ما خدش يعني راحته او ما خدش وقته في الهارموني، خاصه ان الجهاز الفني جهاز فني جديد، المحترفه جديده، يعني الفريق محتاج مباريات بشكل كبير جدا. ولكن حتى الان ماشيين بشكل جيد، هياخدوا 6 اللي فوق، هيطلعوا بعد كده يلعبوا الخطوه التاليه في الدوري باذن الله. طبعا بالنسبه للرجال احنا ما اتكلمناش عنهم لان دوري الرجال واقف. طب واقف ليه يا كابتن؟ عشان بطوله العالم ان شاء الله اللي هتتعمل الشهر ده، خلاص احنا بقينا في يناير. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب ان شاء الله تبقى سنه سعيده على جماهير مصر كلها، على مصر وعلى جماهير مصر، وبالاخص طبعا جماهير النادي الاهلي تكون سنه سعيده، والنادي الاهلي كمان تبقى سنه كلها بطولات ان شاء الله. هنروح بعد كده على طائره الرجال النادي الاهلي. امبارح كان في مباراه مهمه كانت مع النادي الزمالك في صاله عبد الرحمن فوزي في مقر نادي الزمالك ب 100 عقبه، والمباراة كما تابعناها كلنا انتهت بالفوز 3-0. الحقيقة مباراة امبارح مباراة كان فيها ندية، كان فيها ندية، بس احنا الحمد لله ظهرنا بشكل جيد. ظهرت هنا شخصية البطل، شخصية البطولة. عايز اتكلم انه طبعا كل الميديا والاعلام بيتكلموا عن المستوى الجيد للاثنين المحترفين اللي بيلعبوا، اللي سواء الليبرو او الدريب بتاعنا، اللي طبعا الاثنين ادوا بشكل جيد. ولكن انا هنا عايز اتوقف شويه ان الفرقه كلها كانت كويسه بامانه، الفرقه كلها كويسه. يمكن الناس كانت متخوفه شويه من المحترفين لان ما كانش في اختبارات حقيقيه المباريات اللي فاتت، ما لعبناش مباريات قويه، يمكن ده اول مباراه واحتكاك رسمي او قوي للفريق. ولكن ظهروا بشكل سواء لويجي او اللاعب الليبرو ايضا ظهر بشكل كويس جدا. اذا الفرقه كلها كانت جيده. الجميل انه تصريح عبد الله عبد السلام بعد المباراه عجبني جدا وعايز اتوقف عليه. هو طبعا اللعيبه فرحت وكان في طبعا فرح، اكيد لما بتكسب المنافس بتبقى حاجه جيده جدا، ولكن عبد الله عبد السلام الاسطوره الكبيره قال انه الحقيقه يعني احنا ما عملناش حاجه، احنا دي مباراه، احنا بنحتفل بالبطولات فقط. ودي طبعا دي ثقافه النادي الاهلي، دي ثقافه
لعيبه النادي الاهلي الابطال والاساطير الكبيره وحتى اللعيبه اللي بتنضم للنادي الاهلي حديثه بيعرفوا دي. النادي الاهلي ما بيفرحش بمباراه، ما بيفرحش بهدف، ما بيفرحش بهدف صغير او يعني فرحه صغيره، ولكن النادي الاهلي هدفه الكبير هو البطولات. الاهم من المباراه زي ما قلت لحضراتكم تصريح اللاعبين وعلى راسهم طبعا عبد الله عبد السلام. عندنا مباراه جايه قويه، هنلاعب نادي الزمالك مره ثانيه ولكن على ملعبنا ان شاء الله في صاله الامير عبد الله الفيصل على ما اتذكر يوم الاثنين القادم. لسه في مباريات قويه الحقيقه يعني منتظره الفريق، ولسه المباراه هتطلع بالتدريج، فمهم جدا اللعيبه تبقى جاهزه، السكواد يبقى كامل. الف مبروك، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. طيب هنروح على كرة الطائرة، خلاص رحنا بعد كده على سيدات طائرة الأهلي. سيدات طائرة الأهلي بقيادة طبعا كابتن حمدي الصافي زي ما حضراتكم متابعينهم دلوقتي أكتر منا كمان. الدوري شغال رايح جاي برضو، مفيش أزمة، إحنا والزمالك بنتصدر الترتيب كله يعني بهزيمة واحدة سواء للنادي الأهلي أو سواء نادي الزمالك. كان عندنا مباراة مع هليوبلس أخيرة واستطعنا الحمد لله إن إحنا نفوز 3-0، ودي كانت طبعا مباراة مهمة في الدوري أيضا وليست في منطقة القاهرة. وقبليها بأيام كنا بنلعب مباراة وادي دجلة، مباراة وادي دجلة أيضا انتهت بنفس النتيجة بثلاث أشواط دون رد. الحقيقة الفرقة شكلها جيد، برضو محتاجة ماتشات، الفرقة برضو محتاجة ماتشات، الفرقة فقدت جهود بعض اللاعبات وأيضا انضم مجموعة أخرى من المحترفين واللاعبات جداد فمحتاجين وقت. نفس الكيس أو نفس القضية بتاعة فريق اليد سيدات، محتاجين مباريات كتير، وأتصور إن المباريات دي هتيجي إن شاء الله، يعني المباريات جاية بإذن الله، جاية لا محالة، وإن شاء الله بإذن الله إحنا كلنا ثقة في فتاة الذهب. كاميرا الأبطال كانت موجودة في لقاء وادي دجلة، سجلنا التقييد أتفرج عليه مع حضراتكم، نرجع لبعض تاني. الحقيقه الشوط الاول ما كانش كويس، كان فيه كذا لعيبه بعيد عن مستواها الحقيقه. الحمد لله رجعنا ودخلنا بعض العناصر اللي هي كانت كنا مريحينهم، حوالي 5-6 لعيبه نزلوا. بعد كده الشوطين الثاني والثالث كسبناهم بسهوله جدا، اللعيبه نفذت، ركزت على السيرف بتاعها، ركزت على البلوك، قفل زوايا الضرب على فريق دجله، يعني نفذوا كل اللي مطلوب منهم الحقيقه، فكسبنا بسهوله جدا يعني في بعد كده يعني. لا كنا عارفين انه هيأدي اداء قوي، لان دجله في الدور الاول ما لعبش بكل الفريق كامل، كان عنده 3-4 لعيبه مريحين بالذات في مباراه الزمالك، كان في الاولانيه كان مريح 3-4 لعيبه، النهارده جاي فول تيم وجاي مركز عاوز يقدم مباراه قويه لا فريق قوي، فريق دجله مش وحش، فريق كويس، عنده لعيبه شابه كويسه ولعيبه قويه، والنهارده كان مركز قوي انه يعمل ماتش قوي قدام النادي الاهلي. اكيد طبعا اللي جاي صعب، الماتشات بتتصعب، المستويات السنه دي عاليه جدا، عندنا في مجموعتنا في الاهلي والزمالك والزهور ودجله كويسين، المجموعه الثانيه في سبورتنج والصيد والشمس وسموحه، يعني تقريبا في 8 فرق قويه جدا اللي هم صعدوا عندهم مستويات كويسه، والدور الثاني هيبقى كويس ان شاء الله باذن الله. اولا الله يبارك فيكي، ثاني حاجه احنا في الاول بدايتنا ما كانتش قويه، كنا لسه مش داخلين في مود الماتش، ابتدينا ان احنا بعد كده فوقنا في الجيم الثاني والثالث، ابتدينا ان احنا نلعب عليهم كويس قوي، عرفنا اخطائنا، كابتن حمدي من بره تعليمات وارسالاتنا كانت هي تقريبا السبب ان احنا نعدي الجيمين دول. الجيم الاخير ابتدوا ان هم برده يخشوا معانا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليهم في الاخر الحمد لله. بالنسبه لنا هو في الدور الاول ما كانش ماتش صعب كده، كان 3-0 ماتش، ما كانش صعب كده، بس كنا فاكرينه زي الاول وكده وبدين الماتش عادي وكده، بعدين ابتدينا ان احنا يعني ندخل بقى في مود الماتش، لا الماتش كويس يعني، السكورات هي 25-9 25-7 يعني، قدرنا ان احنا يعني نتغلب عليه. اللي جاي طبعا اصعب، احنا دلوقتي ده ادوار تمهيديه، ماتشات لسه مش يعني مش محسوبه، بناخد بس اول 4 فرق في المجموعه، بعد كده هنخش ان شاء الله في كاس السوبر في اول الشهر، بعد كده بقى هنكمل الدوري، واحده واحده ان شاء الله نقدر ان احنا نعلي مستوانا واحده واحده، وان شاء الله نقدر نتغلب على البطولات كلها ان شاء الله. طبعا احنا دلوقتي في السيزون ده اي فرقه طبعا بنعمل لها حساب، اي فرقه بتكون كويسه، كل الفرق كل الناس طبعا شايفه ان الفرقه بقت كلها كويسه، فيمكن احنا بدايتنا ما كانتش احسن حاجه، بس قدرنا كابتن حمزي ادانا تعليمات وركزنا في اللي هو قايله بالظبط، ولما نفذناه بصراحه الموضوع فرق جدا. وبعد كده بقى الشوط الرابع ده كان برضه رايح جاي يعني شويه، فقدنا تركيزنا بس قدرنا الحمد لله ان احنا نحسمه في الاخر. هو قال لنا ان احنا نركز على لاعبينا، في حاجات معينه في اللعب لازم نركز عليها، احنا لما بنخش في اول جيم ما ركزناش خالص على التعليمات دي، فما قدرناش ان احنا اصلا حتى نلعب كويس، بس لما ركزنا بالتعليمات اللي هو قالها قدرنا نفوز يعني بسهوله الحمد لله.
خلينا اوضح لحضراتكم ان مواعيد لعب المباريات بتختلف طبعا من الرجال للسيدات، واتحاد الكره الطائره مخلي طبعا المباريات سبت وثلاث للرجال، بالنسبه للسيدات جمعه واثنين. واحب اوضح ان احنا في الرجال معانا مجموعه دلوقتي، احنا خدنا الليفل الاعلى، طلعنا من دوري المجموعات، رحنا المجموعه الاخرى بنلعب ثلاث فرق سواء سموحه، بتروجيت، الزمالك. فاحنا هنا في ليفل اعلى او مستوى اعلى شويه من المجموعه السابقه، فاذا مباراتنا مش كلها سهله. مباراه الزمالك ان شاء الله تبقى يوم 10/1 الثلاثاء، 10/1 تحديدا. طيب هنروح من طبعا سيدات الكره الطائره، هنروح لرجال كره السله. كان في مباراه يوم الجمعه الماضي مع طلائع الجيش، وشاهدناها وتابعناها على شاشه قناه النادي الاهلي، واستطاع النادي الاهلي بقياده مستر اجوستي بوش الفوز على نادي طلائع الجيش بقياده القدير كابتن اشرف توفيق بنتيجه 74-61. الحقيقه المباراه شهدت تفوق الاهلي من البدايه للنهايه، شهدت كتير مشاركه يعني لعيبه صغيرين كتير، شايفين مؤمن طارق خيري في الشاشه، شايفين عندنا عبد الله ناصر لعب كتير، عندنا كريم حاتم لعب ايضا كتير، اللعيبه الكبار زي ايهاب امين كبار يعني النجوم لعبوا فترات مش كبيره عشان يشارك الكل. شهد تفوق كمان تحت الحلقه من عمر طارق بشكل كبير. يمكن كمان كان في ثلاث غيابات، كان عندنا سيف سمير غايب، عمر عزب، واحمد اسماعيل، الثلاثه ما كانوش بيلعبوا. طيب احنا المباراه اللي جايه على ملعبنا هتبقى مع مصر التامين يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الاثنين القادم هتبقى مباراتنا. كابتن اشرف توفيق المدير الفني في الشاشه اهو مع نادي طلائع الجيش، وطبعا المباراه يعني كانت بتقرب ساعات وبعد كده النادي الاهلي بيفرض سيطرته. طبعا كنا بنذيع المباراه وعملنا لقاءات بعد المباراه، خلينا نتفرج على اللقاءات وارجع لحضراتكم تاني. بدايات يعني لسه بنبتدي، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ان شاء الله الدنيا تبقى احسن واحده واحده، دايما انت عارف الماتشات بتجيب بعض يعني، وعندنا شويه اصابات ان شاء الله ترجع بالسلامه، كان عندنا 3-4 لاعبين عندهم مشاكل، الحمد لله رب العالمين يرجعوا معانا والدنيا تبقى احسن باذن الله رب العالمين. طبعا هو بصي، هو كل ماتش خلاص انت ما بقاش في ماتش سهل وماتش صعب، يمكن زمان كان الوضع مختلف، كان المنافسه مقتصره على كام فرقه، لا دلوقتي انت اي ماتش لو مجرد ما تهاونت فيه ما اديتوش حقه هيبقى ماتش جامد، ومحدش عنده استعداد ان هو يفقد نقطه في ظل الوضع اللي احنا شايفينه. يعني الاستعدادات كويسه، شغالين، سيستم محطوط باسلوب معين، بصراحه اللعيبه كلها ملتزمه واللعيبه الرجاله بتعمل اللي عليها، مدير فني على مستوى، جهاز بيحاول يعمل اللي عليه، يعني طبعا اداره بتحاول تساعد على قد ما تقدر، يعني ان شاء الله الدنيا ماشيه كويس باذن الله رب العالمين. دعواتكم يعني. الحمد لله على المكسب، يعني ماتش يمكن يعني الاداء ما كانش احلى حاجه، غلطنا كتير في الحاجات في الدفاع، كان عندنا مشاكل شويه في الهجوم، بس يعني بنحاول ان احنا نصلحها. فريق الجيش طبعا فريق محترم، كابتن اشرف توفيق يعني غني عن التعريف، كان يعني قعدنا ان احنا حاولنا ان احنا كل واحده واحده الاخطاء دي نصلحها في الملعب وكده، بس لسه ان شاء الله عندنا اخطاء تانية لازم نصلحها، عشان يعني الطريق يعني دلوقتي بقى اصعب، كل الفرق بقت قويه، كله بقى عايز يكسب البطل، فان شاء الله ماتش مع ماتش ان شاء الله المستوى يعلى. طبعا كابتن اشرف مدرب محترم جدا، خصوصا برده معاه لعيبه يعني كلها معظمها لعبت في الاهلي، فلعيبه يعني على كواليتي عاليه، فطبعا الماتش ما بقاش وان سايد جيم خالص، ما بقاش في ماتش دلوقتي اصلا وان سايد جيم في الثمانيه الكبار، فكل ماتش بقى ان انت لازم تستعد له كويس، لو مش مستعد له عادي ممكن تخسر عادي جدا اي ماتش من الثمانيه يعني، فكل ماتش لازم نديله احترامه ونجهز ونحترم اللعيبه الثانيه عشان نظهر بمستوى كويس. طبعا هو احنا زي يعني احنا بناخد ماتش بماتشه، ما فيش حاجه اسمها احنا بنجهز يعني مثلا الاتحاد او الزمالك او ايا كان، ماتش اللي جاي عندنا اتصالات يوم الاثنين، فريق محترم طبعا عنده عناصر كويسه، يعني لازم نركز فيه خطوه كل ماتش، نركز يعني اللعيبه بتاعته ونجهز ليه، علشان ما ينفعش انا اركز في ماتش بعد ماتش لا، فعندنا اتصالات ان شاء الله يوم الاثنين، بكره اجازه مرن يوم الاحد، نجهز اللعيبه ان شاء الله باذن الله ننزل ماتش الاثنين اتصالات، نعمل ماتش كويس ان شاء الله ونكسب باذن الله. احنا الحمد لله بقى لنا حبه بنتمرن ان احنا هنبدا الدوري خلاص، فاحنا عندنا ماتشات مهمه، عندنا 14 ماتش بيحددوا من الاول للثامن عشان نبدا مرحله البلاي اوفز. يمكن النهارده ظهرنا بمستوى اقل من مستوانا شويه، لسه عندنا احسن من كده، ودي حاجه يعني بنوعد بيها الجمهور ان احنا الفتره الجايه هنركز اكتر ونحسن اكتر من كده ان شاء الله. يمكن احنا فرقه معروف طبعا ان احنا بنحب ندافع، كوتش من اول يوم جه وهو اول حاجه او اول تعليق قاله انتوا فرقه ما بتدافعش لازم ندافع اكتر،
احنا درسنا فرقة الجيش كويس، معاهم كوتش كبير جدا كابتن اشرف توفيق، اللعيبة على مستوى عالي، كله بيحاول يعمل حاجة عشان خاطر نادي الجيش. احنا حاولنا ندافع على قد ما نقدر بعلى مستوى، يمكن كان في قلة تركيز سنة او ارهاق، ما اعرفش يعني، ممكن اكون انا حاسس بارهاق فالباقي ممكن يكون حاسس بارهاق، فده الكوتش اتكلم فيه في لايف تايم، هو قال لنا انسوا ان انتوا تعبانين، حاولوا بس تحطوا شوية ايفورت زيادة هنكسب، وبعدين نعمل ريكوفري، ناخد داي اوف، نتصرف ساعتها. يعني الحقيقة السلة السنة دي عندها مشوار صعب جدا، يعني مشوار يمكن من وجهة نظري انا انه المشوار السنة دي اصعب بالسنة اللي فاتت بمراحل، لانه انت عندك السنة دي في ابريل الباسكت بول افريكان ليج او الدوري الافريقي لكرة السلة، وعندك النهايات هتبقى في رواندا، اتصور هتبقى في شهر 6، ده بالإضافة عندك كمان إلى دوري السوبر، عندك كأس مصر، عندك بطولات كتير في وقت اللعيبة يعني ما خدتش راحتها، اللعيبة بتوع المنتخب هيخلصوا، هيتوقف في الدوري في أول فبراير، هيقف عشان الويندو الأخيرة اللي هتتلعب في مصر، فأنت عندك يعني ما تقولي طب ما كله يا كابتن، لا إحنا عندنا 6 أو 7 لعيبة من قوام الفريق في المنتخب، عدد كبير جدا من اللاعبين في منتخب مصر، فإحنا أكتر فريق بيتم استدعاء منه لاعبين، فإحنا عندنا اللعيبه اوفرلودد جدا، اللعيبه محمله بشكل كبير، فالموسم السنه دي موسم صعب في الوقت اللي المنافس او المنافسين، خلينا نتكلم كل في يعني بكل بشكل عام بيقووا نفسهم يوم بعد يوم، فطبعا المشوار صعب. طب المباراه اللي جايه عندنا يوم الاثنين المصريه للاتصالات بكره ان شاء الله، ودي هتبقى خارج ملعبنا، هتبقى في المركز الاولمبي في المعادي ملعب المصريه للاتصالات. يوم الخميس هنلعب مصر للتامين تاني ان شاء الله، او اولاني بقى لان احنا ما لعبناش ماتش الذهاب، هتبقى في صاله الامير عبد الله الفيصل باذن الله. دول اول مباراتين لينا بعد كده. الميزه ان احنا واخدين مباراتنا تصاعدي عشان احنا اول دوري المرتبط، لو خدتوا بالكم كله بيسمع في كله، يعني انت اول مرتبط عشان تاخد جدول يعني مريح شويه، الاول والثاني بيبقى جدولهم مريح شويه، بعد كده تخش على المباريات القويه تبقى انت مستعد ومجهز فرقتك بشكل جيد. هنروح من الرجال كره سله للسيدات كره سله. في نفس اليوم بتاع الاهلي وطلائع الجيش كان النادي الاهلي بيلعب مع الطيران، كانت مباراه في الدوري سوبر ايضا، وفازت السيدات الحمد لله بنتيجه 91-47، نتيجه كبيره طبعا، اللعيبه عندها طبعا يعني حاله من الثقه كبيره جدا. النهارده بنتكلم في 3 بطولات في شهرين، دوري المرتبط، سوبر، منطقه القاهره، فاذا في حاله من الثقه، المكسب بيجيب مكسب. ففرقه السيدات يعني الحمد لله في الدروب اللي حصل السنه اللي فاتت ما طولوش فيه، يعني كابتن طارق خيري لما تولى المسؤوليه خلفا لكابتن علي هاشم السنه اللي فاتت، اشتغل على الناحيه النفسيه بشكل كبير ان اللعيبه او اللاعبات ما يعني ما يقعدوش في الدروب ده كتير. الشوط الاول شاء التفوق سيدات طبعا الاهلي وخلص بنتيجه 24-10، الشوط الثاني 47-27، الشوط الاخير طبعا خلص 91-47، وكان فريق سيدات طبعا الاهلي زي ما قلت لحضراتكم فاز بمباراه السوبر أمام نادي سبورتنج بطل أفريقيا الحقيقة، اللي كان راجع أيضا يعني عنده ثقة كبيرة، وكانت مباراة صعبة زي ما حضراتكم شفتوها، وكانت أو اتحسمت في الثواني الأخيرة. يمكن البطولات اللي فاتت سواء بطولة منطقة أو السوبر المصري أو قبل دوري المرتبط، كان كابتن طارق خيري بشكل كبير بيقيم المحترفة اللي كانت مع الفريق، ولكن جه قرار انت عندك اوبشن او عندك ميزه او عندك خيار ان انت ممكن تغير اللاعب المحترف في انتقالات يناير بالنسبه لاتحاد السله او لائحه اتحاد السله. فكابتن طارق خيري استقر بالكلام انه يغير المحترفه، وبالفعل النادي الاهلي تعاقد طبعا او اعلن كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، مدير النشاط الرياضي الدؤوب الحقيقه اللي ما بيتواناش ابدا في اي أمور تخص الألعاب كلها، أعلن في التعاقد عن شي كايلي تدعيم الفريق الأول. طيب كايلي كانت بتلعب فين؟ كانت بتلعب في سموحة، وتم في فسخ العقد بالتراضي لأن سموحة ليهم رؤية أخرى، ولكن تم التعاقد معها، وأكد طبعا كابتن خالد العوضي أنه أنهى جميع الإجراءات التعاقد مع كايلي لتدعيم فريق كرة السلة سيدات خلال باقي مباريات الموسم الحالي وحصد البطولات المتبقية من الموسم، موضحا أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال الى صفوف الفريق في حضور اعضاء الجهاز الفني للفريق. طبعا دي الصور اللي جبناها لحضراتكم، واشار ان التعاقد مع اللاعبه جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، وده طبعا اللي جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي الجهاز الفني يرفع للنشاط الرياضي، النشاط الرياضي يبتدي يتحرك وينسق كل الاجراءات الاداريه سواء مع مجلس الاداره بالموافقات المطلوبه، مكتب تنفيذي، وايضا مع الاتحاد والجهات المعنيه لتسجيل اللاعبه.
لافتا ان ذلك ياتي في اطار توجيهات مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب طبعا لدعم كل الفرق الجمعيه بشكل او الالعاب الاخرى بشكل جيد، يعني يمكنها من المنافسات باريحيه على كل البطولات. وخليني اقول لحضراتكم ان ده امر مهم جدا، دعم مجلس الاداره مفيش حاجه هتتم بدون دعم مجلس الاداره طبعا، يعني ده حاجه مفروغه. ليه؟ لان انت ممكن يبقى ليك طلبات مش بس ماديه، وعايز تشارك في بطولات زي فريق السيدات لكره اليد طلب انه يشارك في بطوله الكويت الوديه وشارك، مش بس مطالب ماديه ولكن ايضا لازم تكون في مطالب اخرى. فمجلس اداره هنا بيقف بالكامل جانب الفريق او الفرق كلها بشكل يمكنهم من التنافس وحصد البطولات. طيب هنروح لخبر ايضا يعني يمكن هو الابرز من وجهه نظري هذا الاسبوع، وهو تنس الطاوله سيدات. لا الاول خلينا نروح ل تنس الطاوله سيدات، صحيح لا هو السباحه بعد كده، بس خلينا نتكلم عن تنس الطاوله الاول. تنس الطاوله هو ده الحدث الاهم اللي حصل هذا الاسبوع، كانت البطوله العربيه بتقام على ارض مصر سيدات تنس الطاوله، نجحنا الحمد لله في السنه الثانيه على التوالي حصد لقب البطوله العربيه. طبعا دول بطلاتنا اللي استطاعوا في مباراه فاينل كان صعب جدا الحقيقه، كان كانت مباراه صعبه جدا في النهايه مع الفريق البحريني، وخلصت 2-2 وحسمتها هنا جوده في الاخر، واستطعنا ان احنا نفوز الحمد لله بشكل جيد. البطوله اتلعبت على صاله استاد القاهره، ودي البطوله العربيه الحقيقه يعني كانت قويه جدا هذا الموسم، قويه جدا حتى على مستوى الرجال، كل الفرق دعمت نفسها باجانب. كاميرا الابطال كانت موجوده، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني. البطولة هذه رقم 33 للأندية العربية، المنافسات كانت قوية جدا، مستوى عالي جدا، خاصة من وصلت الفرق إلى دور الثمانية، معظم الفرق جايبة لعيبة محترفين عالميين، وطبعا أندية مثل الأهلي والزمالك طبعا هم أبطال العرب وأبطال أفريقيا، فاعتمدوا على لعيبتهم ولعيبتهم مصنفين عالميين. التنافس كان تنافس قوي، الجميع اعتقد الاخر يعني استمتع في الايام الماضيه في مستوى عالمي في كره الطاوله. النهائي خلصت السيدات 3-2، ونبارك لنادي الاهلي المصري حصوله على بطوله الانديه العربي للسيدات، وهذا مش غريب عليهم. في اليوم النهائي ببارك لسيدات النادي الاهلي بفوزهم بعد مباراه قويه مع اهلي البحرين 3-2، وبكده بيتوجوا هم بالميداليه الذهبيه والبحرين بالميداليه الفضيه. البطوله دي ما كانتش اساسا هتلعب في مصر، لكن كان اعتذر للاتحاد التونسي عن البطوله اللي كانت مقامه فيها، وهم على طول اول حاجه كلمونا احنا كمصر، هل عندكم استعداد ان انتوا تعملوا البطوله؟ طبعا كلنا واحد والعرب ايد واحده، والعرب لازم كلها تبقى في تعاون وتناسق، وبالتالي عملنا البطوله وشارك فيها عدد كبير الحمد لله. بدأ اليوم الساعة 4 بمباراة نهائي، مباراة نهائية بين فريق الأهلي المصري ونادي العالي البحرين. منافسة قوية جدا 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 زي ما احنا شفنا، خمس مباريات. المباراة خلصت 3-2 لصالح النادي الأهلي، وتوج فريق الأهلي للسيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية للسيدات. الحمد لله طبعا ربنا كرمنا النهارده بالفوز ببطولة البنات. البطولة كانت جامدة من أولها، ولعبنا ماتشات كتير في الأول، ماتشات في الدورات التمهيدية، وبعد كده وصلنا كسبنا جزيره الورد، وبعدين وصلنا نهائي مع البحرين. البحرين جايبين لعيبه محترفه من رومانيا، احنا كان عندنا امل ان احنا نكسب البنت، يعني احنا كان عندنا امل ان هنا ودينا يكسبوا البنت الرومانيه دي، بس يعني ربنا ما اردش. الحمد لله عملنا اللي علينا، والبنات كسبوا بقيه الماتشات الحمد لله. هو طول عمر النادي الاهلي مهتم بفريق تنس الطاوله، وطبعا مجلس الاداره الموجود مهتم جدا بتدعيم فريق تنس الطاوله. السنة دي جاب لنا دينا مشرف، وجاب لنا علاء يحيى وروى الناغي، ودعم الفرقة بحاجات بلعيبة كتير في السنة دي، فهو دايما النادي واقف في ظهر فريق تنس الطاولة طبعا. الحمد لله اولا على الحفاظ على اللقب، احنا استعدينا كتير جدا قبل البطولة، كنا مركزين، التمرين كان فترتين دايما صبح وبالليل،
يعني الحمد لله عملنا كل السعادات الكافية عشان نقدر نيجي ونعمل أداء مشرف ونحافظ على اللقب. أنا شايفة أن احنا كلنا عملنا اللي علينا الماتش ده الحمد لله، أنا ودينا ورؤى، حتى اللي قاعدين برا اللي مش بيلعبوا واللي بيشجعوا كلهم يعني بيدونا برضو يعني كده يعني فبيحفزونا كده، و يعني كله مع بعضه ده اللي خلانا نعرف نكسب الحمد لله. وانا شايفه ان كل واحد فينا عمل عليه لحد الاخر فكويس. انا مبسوطه قوي طبعا ان احنا قدرنا نعمل الانجاز ده وكسبنا الماتش، كان صعب قوي، كان معاه محترفه من توب 20 بس الحمد لله قدرنا نكسب الماتش. وعايز استعدت قبل البطوله، المدربين كانوا طول الوقت معانا، كابتن عادل وكابتن احمد عياد وكابتن اشرف عبد الفتاح كانوا طول الوقت معانا وبيدعمونا في التمرين، وقبل البطوله كان على طول يعني يعملوا اجتماع او حاجه يحفزونا، والحمد لله قدرنا نكسب. يعني احنا طبعا من الاول خالص كنا عارفين ان النادي العالي البحريني هيوصل يا سيمي فاينل يا فاينل معانا، فكنا متابعينهم من الاول. برنادات طبعا احنا عارفينها من زمان، هي محترفه، هي رومانيه واحنا في المنتخب فعارفينها من زمان قوي، هي ماتش جامد وهي جامده جدا. وكمان مريم العالي من البحرين ناشئه بحرانيه بس كويسه، ويعني قدمت مستوى حلو قوي البطوله دي بصراحه، فكنا مركزين وعارفين يعني ان احنا هنوصل معاهم يا سيمي فاينل يا فاينل، فحطيناهم في دماغنا. يعني ميرسي جدا لدعمكم بجد على طول، والمسجز اللي بتوصل لنا والكومنتس وكل حاجه شكرا قوي، ومن غيركم الواحد مش بيبقى عنده الشراره اللي جواه دي يعني اللي يفضل مكمل بصراحه، فشكرا. خلينا اوضح لحضراتكم ان دي البطوله الثالثه على التوالي، يمكن قبل الفاصل كنت بقول الثانيه، لا في بطوله تونس تقريبا وبعد كده كانت في الاردن وبعد كده في القاهره، الاردن تونس القاهره، فطبعا يعني ثلاث بطولات على التوالي انجاز كبير، وده ياكد ان احنا في تنس الطاوله سيدات يعني ماشيين بشكل جيد جدا، ويعني افريقيا وعربيا الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي رقم واحد. بالنسبه للرجال لم يوفقوا، يعني دي حقيقه حصلت، ولكن اتصور ان طبعا كان في ظروف للبطوله واكيد هنتكلم عليها في وقت تاني، اكيد كان في ظروف، كان في غياب بعض اللاعبين، يعني ما كانش الفرقه مستعده باحسن حال، ولكن الفريق الرجال كان بشكل كبير يعني السنين اللي فاتت محتكر كل البطولات، وهنرجع تاني ما فيش مشكله خالص، بطوله وخسرناها بشرف، ولكن القادم باذن الله بالنسبه للرجال افضل ان شاء الله. وسيدات كان في النهائي فريق طبعا العالي البحريني او العالي البحريني، فريق كان قوي جدا وكان داعم بمحترفات بشكل قوي جدا، وده ادى للبطوله زخم الحقيقه وقوه فنيه. هنروح للسباحه، وزي ما عودتنا السباحه يا جماعه عندنا في النادي الاهلي قطاع كبير جدا 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 في كل الفروع، ومش بس على مستوى ممارسه الاعضاء ولكن على مستوى البطوله. النهارده السباحه بتحصد بطوله الجمهوريه في كل المراحل الحقيقه، ودي حاجه تسعدنا جدا جدا جدا، الف مليون مبروك للسباحه. يمكن الموسم كله بيكونوا بيستعدوا لهذه البطوله لان بيشاركوا بكل يعني المراحل السنيه في الناشئين والناشئات والعموم رجال وسيدات ايضا، فهي البطوله الاكبر والاضخم الحقيقه في السباحه في مصر. النادي الاهلي كمان حصل على الدرع العام، كاس العام للناشئين والكاس العام للناشئات، الحقيقه انجاز كبير وانجاز يعني الحقيقه يتحسب طبعا لعائله السباحه، ومش على مستوى الفوز بس ولكن على مستوى طبعا الفردي. حصد علي خلف الله لاعب الاهلي كاس افضل سباح في بطوله الجمهوريه، وحصل اللاعب عبد الرحمن سامح هريدي لاعب فريقنا على كاس افضل رقم في مرحله العمومي. طبعا ده بالنسبه للارقام، وبالنسبه للجوائز للكؤوس الفرديه برضو النادي الاهلي تفوق بشكل كبير. وفي السيدات حصدت فريده ثروت لاعبه النادي الاهلي على كاس افضل سباحه، ده بالاضافه الى كاس افضل رقم في مرحله 19 سنه، يعني على مستوى الرجال والسيدات افضل سباح من عندنا. السباحه الحقيقه دايما يعني بتحقق انجازات، دايما ماشيه بشكل كويس، بتقدم لمنتخبات مصر في كل المراحل السنيه الحقيقه يعني سباحين وسباحات على اعلى مستوى، سواء في السباحه القصيره، سواء في السباحه الطويله، سواء في العاب الماء الاخرى، سواء الغطس، الووتر بولو، كل الالعاب، حتى الـ يعني الباليه المائي، كل العاب الماء النادي الاهلي بيقدم كوادر في كل هذه الالعاب لمنتخبات مصر، والحقيقه شفنا الفتره اللي فاتت تفوق كبير جدا جدا لاولادنا حتى في المشاركه مع المنتخبات. كده الحقيقه خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، خلينا نروح للاخبار المحليه وهنبتدي بيها طبعا بكره اليد. منتخب كره اليد الحقيقه لكل قلوبنا وتمنياتنا بالتوفيق ليه في بطوله العالم اللي هتتلعب في السويد وبولندا ان شاء الله في الفتره من 11 يناير ل 29 يناير اللي احنا فيه. منتخب مصر هيتمرن تمرينه الاخير بكره يوم الاثنين ان شاء الله من الساعه 4 للساعه 6، وهيفتح يعني الدنيا للاعلام انه يحضر التمرين، وتصرح بكده كابتن ايمن صلاح،
والهيئه التمرين بكره، وبعد كده بعد بكره يسافر على فرنسا عشان يلعب بطوله وديه، ومنها على السويد عشان مجموعتنا هتكون في السويد مش في بولندا. وقال ايمن صلاح طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد ان تدريب المنتخب سيكون مفتوحا زي ما قلت لحضراتكم امام وسائل الاعلام قبل السفر، ويقام بتدريب من 4-6 غدا الاثنين على مركز على صاله المركز الاولمبي بالمعادي، وسيسمح لوسائل الاعلام بحضور طبعا الساعه الاولى من التدريب وعمل لقاءات. وهيحضر التدريب الكابتن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه دعما للاعبين، وطبعا اكيد كاميرا النادي الاهلي وكاميرا الابطال هتكون موجوده، كاميرا قناه النادي الاهلي الابطال هتكون موجوده فيها التدريب، وهنعمل لقاءات اكيد مع لاعبتنا. واوضح ايمن صلاح ان المنتخب الوطني دخل اليوم معسكره بالمركز الاولمبي في المعادي، وياتي تدريباته حتى يوم صباح الثلاثاء، وبعد كده السفر الى فرنسا، وبعد كده هنلعب البطوله الوديه زي ما قلت لحضراتكم، وبعد كده نروح على السويد عشان مجموعتنا هتكون في السويد. واول مباراه لينا 13 يناير في مباراه قويه الحقيقه جدا جدا مع منتخب كرواتيا، اول مباراه ليك في المجموعه مباراه قويه جدا مع منتخب كرواتيا. يغيب طبعا عن صفوف المنتخب احد ابرز اللاعبين في اوروبا وفي مصر يحيى خالد بعد اصاباته طبعا في قطع في الرباط الصليبي، واللي عمل العمليه بنتمنى له كل الشفاء وان شاء الله يرجع بكل سلامه تاني ينور الملاعب ويكون مع منتخب مصر. مجموعه طبعا مجموعات بطوله العالم هقولها لحضراتكم اللي هتتلعب، المجموعه الاولى اسبانيا مونتيجرو تشيلي ايران، المجموعه الثانيه فرنسا بولندا السعوديه سلوفينيا، المجموعه الثالثه السويد البرازيل كاب فيرد اورجواي، المجموعه الرابعه ايسلندا البرتغال المجر كوريا الجنوبيه، المجموعه الخامسه المانيا قطر صربيا الجزائر، المجموعه السادسه النرويج مقدونيا الشماليه الارجنتين هولندا، المجموعه السابعه مصر كرواتيا المغرب الولايات المتحده الامريكيه، المجموعه الثامنه الدنمارك بلجيكا البحرين تونس. 8 مجموعات في 4 فرق ب 32 فريق، نجاح كبير لاتحاد كره اليد الدولي بقياده الدكتور حسن مصطفى في نشر اللعبه. النهارده بنتكلم على 32 فريق بيلعبوا في بطوله العالم، تخيلوا حجم انتشار هذه اللعبه، انتشار عنيف سواء في افريقيا، النهارده بنشوف 5 فرق من افريقيا بتشارك، النهارده بنشوف فرق من اسيا، فرق من امريكا الجنوبيه، يعني نشر اللعبه يعني كل بطوله عالم عن بطوله عالم اللي بعديها بنجد انتشار. يمكن مجموعتنا الولايات المتحده الامريكيه هنشوف هذا طبعا الفريق لسه مشاركاته الدوليه قليله، ولكن احنا يعني ما عندناش معلومات كبيره عنه. المغرب طبعا لعبناها في افريقيا، كرواتيا مباراه قويه جدا، اتصور صداره المجموعه هتكون مصر وكرواتيا، فلازم تبقى اللعيبه كلها رايحه في التوب فورم نفسيا جاهزه، ضربه البدايه قويه جدا، مش هتاخد المباريات تدريجيا ولكن البدايه، ونفس الوضع لكرواتيا، كرواتيا هتصطدم بينا في الاول، فالمباراه لكلا الفريقين هتكون صعبه. انا الحقيقه يعني اتمنى ان شاء الله ان احنا حتى لو ما قدرناش نكسب ما نخسرش، نتعادل، لانه مهم جدا ان انت البدايه تبقى موفق فيها عشان بعد كده تفتح لك الطريق. كده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي واخبارنا ايضا المحليه، هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان استقبل بعد الفاصل نجمنا ونجم الاسكواش العالمي تاني التصنيف العالمي مصطفى عسل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، في البدايه برحب بمصطفى عسل نجمنا ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وصاحب التصنيف الثاني عالميا في الاسكواش. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك كابتن عيسى، منورنا. نورك، انا مبسوط مكانك. اه طبعا مكانك، وانا عايز اقول لكم ان احنا الحلقه مصطفى داخل بقى، والله العظيم يا جماعه دي الميزه، بيته ومكانه داخل لوحده، داخل هو يعني حاسس انه ايه جاي مكانه دلوقتي، وده شعور الحقيقه بيسعدنا جدا، لان الترابيزه دي ترابيزه النجوم كلها. مصطفى مبروك طبعا التصنيف الثاني، ده اول مره توصلوا ليه في رحلتك صح؟ اه طبعا انا سعيد في البدايه، سعيد ان انا اكون مع حضرتك النهارده، وصراحه يعني دعم من اول يوم وعلى طول مباركات، ودايما من اول يوم هنا لما جيت كنت رانكي تصنيفي بعيد قوي، يمكن كنت في الناشئين وفاكر يعني وانا كنت صغير قوي. الحمد لله سلمه ان شاء الله نحو القمه ان شاء الله، الحمد لله سعداء بكل انجاز بتعمله. الحمد لله والله. طب انت كنت متوقع ان انت رايح الثاني؟ يعني انت بتبقى حاسب نقاطك وحاسب دنيتك، كنت شايف ان انت رايح على تصنيف احسن، انت كنت الثالث بادئ الثالث، رحت على الثاني كنت دارسها وعارف انت هتروح، ولا دي جت فجاه؟ جت فجاه سواء. يعني انا كنت بتكلم مع بابا في التليفون وبقول له، بقول لك ايه، انا هبقى الثاني بعد البطوله دي، فالموضوع يعني جه كده خالص. ما وسبحان الله يعني دايما لما بيحصل حاجه ويحصل لي اصابه، او دايما في اوقات ان انا اخسر من حاجات او كده، دايما ربنا بيوفقني الحمد لله، وبعديها بكسب بطوله كبيره مش متوقعه او مش في الحسبان خالص يعني. بعد العسر يسر طبعا، يعني انت تعرضت لمواقف كتير صعبه، وهنتكلم عن كل حاجه النهارده هنتكلم. طيب اخش معاك بقى يعني ايه في البدايه، انت كان عندك الموسم ابتدى مثلا نقول من شهرين ثلاثه، البطولات اللي انت لعبتها
يعني عايزين نستعرضها سريعا، نقول انا لعبت كام بطوله، وهل البطولات دي بالنسبه للعيبه الثانيه انت لاعب زيهم ولا لاعب اقل ولا لاعب اكتر؟ يعني عايزين بقى نتكلم فنيا شويه. لا لعبت، هي طبعا منظومه المحترفين عندنا بتقسم من 10 بطولات، تقدر تلعب احسن 10 بطولات ليك، ممكن تلعب لمده 30 بطوله مثلا او 40 بطوله مفتوح. بس هتتقسم على 10. فانا الوحيد اللي لعب 9 بطولات، لعبت 9 بطولات طبعا كان في اقل ببطوله، اقل ببطوله. واللعيبه اللي بقى اي واحد في التوب 10 الموجودين اقل واحد لعب 15 بطوله، ف دي صعبه جدا يعني، والحمد لله يعني توفيق من ربنا كبير. فسرها لي. طب يعني هل عشان الكواليتي بتاع التسعه اللي انت لعبهم واخد مراكز فيهم بالظبط فبتدي نقط اكتر، اللي لاعب 15 ممكن يكون لاعب بطولات خرج مثلا من التمهيدي؟ يعني فسرها للساده المشاهدين ده حصل ازاي بالظبط؟ ان هي التسع بطولات دي الحمد لله انا داخلها، احنا عندنا طبعا اعلى نقاط اللي هي البطولات البلاتينيه، بعد كده بطولات جولد، بعد كده بطولات سيلفر، بعد كده برونز. انا بخش بقى البطولات البلاتينيه والجولد، ما بخشش اقل من كده، دايما بحب العب اللي هو لا انا دخلت البطوله دي اركز في البطوله دي ان شاء الله ربنا يكرمني اخدها، بس كده ده اللي انا بفكر فيه. فالحمد لله كسبت كذا بطوله ورا بعض، كسبت الجونه في الاول، كسبت دي كانت بطوله بلاتينيه، كسبت خد طبعا نقاط كبيره، بطوله العظماء الثمانيه دي اعلى بطولات، ان هي بتخش البطوله الوحيده اللي بتخش كده كبونس يعني نقاط، فاهم؟ وكسبت الحمد لله بطوله جولد كانت في النص سويسرا، وكسبت برده هونج كونج الاخيره في شهر 12 بلاتينيه. دي كانت مفاجاه، مفاجاه كبيره، مشوار بعيد والدنيا كانت صعبه. كان عندي كان البطوله اللي قبليها على طول كانت بطوله جولد في سنغافور، للاسف اول مره انسحب الاصابه، وكانت اصابه تقيله جدا جدا جدا، وخلاص كان كله بيقول لي انت ما ينفعش يعني ما ينفعش تسافر، ما ينفعش تروح هونج كونج، تبقى راح هونج كونج تعمل ايه؟ كان فين؟ كان في سنغافور. كان فين؟ فين في كتفك، في رجلك؟ فكان في ايدي يعني. يعني كان الموضوع كان صعب اول مره يحصل لي، وانسحبت المباراه برغم انت كنت متفوق. انا سمعت انسحبت كان 10-9، كان لسه بنلعب يعني في اول شوط خالص، ويعني ممكن نسميها عند مع غباء مني شويه، ان انا كنت عايز ان انا اروح هونج كونج وعايز العب البطوله دي تعنيد، وقلت لبابا انا هلعب البطوله دي، ومدربيني كلهم وكابتن احمد حسني وكابتن محمود عبد القادر وكله ارجع يا ابني، انت الاصابه انسحبت يعني هو ده طبيعي البطوله اللي بعدها ما تلعبهاش. ومش عارف العب انا لمده 3 4 ايام هناك في سنغافور قاعد معاند، مش عارف العب سكواش، مش عارف تمسك المضرب، مش عارف امسك المضرب، فانا رايح اعمل ايه؟ فبعديها طبعا كله متفاجئ ان انا لسه قاعد هناك. سبحان الله، ماتش مع ماتش مع ماتش لعبت هناك، ما اعرفش جات لي منين، بس سبحان الله من اول يوم كنت حاسس ان انا هروح اكسب بطوله، ما اعرفش ازاي، بس صعبة. كنت الحمد لله كسبتها في الاخر. طبعا ده لعيبه كل لعيبه العالم موجودين، اللي كانوا موجودين في البطوله اللي قبليها ما رايحين، لان هم المسافه طيران قريبه من بعض، ثلاث ساعات من سنغافور لهونج كونج، مش هترجع تاني القاهره، هترجع تاني. فكل اللي كانوا هنا راحوا هنا بالظبط. ده انت زاد بقى ان انت اتصبت، وكنت هرجع نمر 5 نمر 6 كمان لو كنتش لعبت البطوله دي، فانا كان هلعبها، اللي هو لو يحصل ايه هلعبها. والحمد لله ربنا وقف في طريقي ناس هناك، رحت الدكاتره عالجوني يمكن شويه، بس الحمد لله لما رجعت هنا كمان مصر بعد البطوله دايما بتلاقي الدعم من النادي الاهلي، دايما موجود من النادي الاهلي، من ولاد النادي الاهلي يعني. دكتور رجعت على طول، كنت بفكر ان انا اروح المانيا، وافكر اروح قطر، لازم اعالج موضوع بروفيشنال عشان يعني برضو تخلص من الباب ده، في دراعي دي برضو صعبة. فبالظبط رحت رايح لدكتور سامح ظلام، احب اشكره يعني، ثلاث اسابيع دلوقتي في شغل عالي جدا على اعلى مستوى، ممكن ما شفتوش يعني، انا بسافر وبروح هنا وهنا وهنا، لا مفيش حد حط التركيز ده كله في الحته دي. بالمناسبه بقى دكتور سامح، دكتور او اخصائي العلاج الطبيعي لفريق الكره الطائره الرجال يعني، بس هو انت احنا عارفين انا وانت كده مش عارفين، فهو يعني الراجل من ولاد النادي واهلاوي صميم، فبقالك 3 اسابيع بتعلم. واللي بينفذ البرنامج دكتور الحسن برضو، مدرب الاحمال البدنيه في كره الطائره فيرست تيم، بحب اشكرهم جدا على الدعم الكبير ده والتركيز الجامد قوي ده، هو يعني دايما النادي الاهلي بيظهر في الحاجات دي، والحمد لله انا فخور جدا ان انا يعني ابن من ابناء النادي الاهلي. طب قول لي يا مصطفى، يعني يمكن بطوله هونج كونج انت، بس انا في الاول عايز اقول حاجه، 9 اكبر من 15 يعني، بس عشان ايه، انا مش قصدي اسقط حاجه يعني، 9 بتطلع اكتر من 10 وتطلع اكتر من 12، فهو عدد بطولات مصطفى 9 ولكن هو محقق فيه نقاط اكتر من لاعب 15 بطوله، فطبعا ده يعني ده بيحط لود معين، لان انت مش بتشارك في بطولات اقل من درجات معينه، فده بتروح تلاقي منافسه جامده جدا، انت ممكن تلم نقط يعني بطوله قويه من دي تعادل مثلا 3 بطولات صغيرين. طبعا فانت بتحط لود عالي جدا في وقت ضيق،
فده تحدي صعب جدا. انا فاهم اللي انت بتتكلم فيه كويس جداً. تحدي صعب جدا جدا. لا لا. طب انت قبل هونج كونج كان عندك حاله شويه من الاحباط من غير الاصابه. ايه يا مصطفى اللي حصل؟ مشاكل كتير، مشاكل كتير. المشكلة ان المشاكل دي طبعا يعني الناس كلها عارفة ان انا توقفت قبل كده من شهر واحد لشهر تلاتة في شهرين. نفسيا كمان في مشاكل كبيرة بره الملعب مش هقدر اتكلم عنها طبعا. لا ده انا عايز اشوف فيديو، هنشوف فيديو كده والفيديو ده هنسمعه وهنكلم سيميلر لحالتك او اللي بيحصل ايه والنجوم بيعملوا ايه. خلينا نشوف الفيديو ده. Let's be honest, the last years the football changed. I see football now as a business, to be honest. Sometimes Georgian have an expression that I don't understand. They treat your players like a piece of meat. I say yes, you say everything is true. When they want you, when they count with you, they give you everything. When they don't, they try to make a hard life to you. I see football piece the last years as a business. I saw many, many things that I'm disappointing. The passion for the game is still intact. But in the same way, I saw other things as well, which is surprised me. But in the same way, it's part of the business, because if you see the world how it is in the moment, it's all business. Everyone taking on itself. Everyone, they are more individual. يعني بتهيألي الكلام يعني بيمسك. مؤثر قوي، مؤثر يعني. كلام اسطوره طبعا، اسطوره من الاساطير. و يعني انا شايفه قدامي طبعا، بشجعه وانا صغير جدا. وفعلا الراجل حارب كل قوة بيحاول يخلوا الحياة صعبة عليا. طبعا. لا انا شايف الكلام اللي هو بيقوله ده بالظبط. انا وصل لي دلوقتي وانا عندي 21 سنة. لسه برضو طبعا يعني كان في فترة حتى بطلت ان انا احتفل، بطلت اعمل اي حاجة، بطلت خلاص زهقت. الموضوع كمان مشكلة ان لما يحصل كده من الاجانب او اللي هم عايزين يعملوا لك مشاكل او كده، هي مش جاية من الاجانب، هي مشكلة في اللعيبة اللي معاك من هنا. هي دي اصعب حاجه، اصعب حاجه ان اللعيبه هي اللي تشتكيك من هنا. بعض، مش هقول حد، بس بعض. فللاسف طبعا لما يلاقي المصريين بيعملوا معاك كده، اللعيبه معاك بيعملوا كده، ما بالك بره بقى طبعا من الاجنبي بلده. بالظبط، ما هيصدق ان هو ده المصريين بيعملوا معاك كده فيحصل كده. فطبعا قبل بطوله هونج كونج مشاكل كبيره جدا، حاجات كتيره جدا، غير الاصابه، يمكن مثلا القرارات تانية تحصل تاني، انت مش عارف حاجه. الان فكرت ان انا ابطل من كميه التيار المعاكس اللي مقابلك من جوه هنا. وكلمه ابطل دي انا مستوعبها. انا ممكن عندي 21 سنه، بس انا مستوعب يعني ايه ابطل. ان انا فكرت ابطل قبل بطوله هونج كونج. انا وبابايا ومامتي خدنا القرار، قلت لهم انا عايز ابطل، انا مش هلعب اللعبه تاني عشان اكون انا مريض نفسي بعد كده. يا جماعه برضو الحياه مش كده، الحياه مش مجرد ان هي رياضة وحارب. لا، مش هقدر احارب كل ده، والناس يمكن ما تعرفش ايه اللي جوه. طبعا ما نعرفش اللي جوه. صعب جدا. هي كلمة انا بطل دي كبيرة، كبيرة جدا، وانا عارف انا مستوعبها. 21 سنة ولسه قدامك العمر ما شاء الله على الاقل 10 سنين. مش قادر، مش قادر. لا، ضغوطات قبل الماتش غير طبيعية، ناس بتهددك. فانت مش عارف تعمل ايه، مش عارف تقف ازاي، وكمان المشكلة جاية لك من ابن بلدك. فابن بلدك هو اللي سبب لك المشكلة دي. فانا قبل الحوار ده برضو كنت قلت خلاص، يعني قلت ان انا زي ما رونالدو بيقول كده بالظبط، ان انا الشغف لسه موجود والحماس لسه موجود، بس خلاص. انا قلت له طب ما تيجي ناخدها كبزنس. ما الرياضه دلوقتي خلاص بقت بزنس كلها. هو نفسه رونالدو بيقول كده. بس بعد كده خلاص من كتر الضغوطات مش قادر. مش قادر ان انا العب. طب يا جماعه العب ازاي؟ انا خلاص. هو قال لي يا ابني، فانا بقول له ألذ حاجه بقى، بقول له بابايا ايه قبل الماتش، بقول له قبل البطوله كمان كان عندي اصابه والدنيا بايظه. قال لي، قلت له بقول لك ايه، ان شاء الله هكسب البطوله. ضحك اول حاجه، ضحك فقام ضحك لا ازاي يا ابني. مش عايز يعلي سقف طموحاتك او سقف توقعاتك عشان ما تتضايقش. وانا بضحك انا كمان. انا اللي انا بقوله ده مش طبيعي برضه. فسبحان الله، ربنا يعني اراد ان انا اكسب البطوله دي.
ماتش مع ماتش مع ماتش. حتى انا مع صحابي مثلا نتكلم بعد الماتش دايما انا ايه عندي حته ايه بس شفت النقطه دي بس شفت ايه بس الحكم عمل ايه بس بعد اتكلم فنيا طبعا عادي ما ولا اصحابي يتفاجئوا ان انا برجع بتكلم عن حاجه تانية خالص ولا بتكلم عن طب يا ابني انت عملت ايه مثلا الناس تكون نايمه مثلا لسه مثلا ما اتفرجوش مثلا ماتش الساعه 4 5 الصبح مثلا ما اتفرجوش على ماتش او حاجه ونسيوا يتفرجوا يا ابني انت ايه مش عوايدك يعني لا زهقت قرفت مش عايز ما يعني ما بس دي بقى الاراده الحمد لله اكتسبتها من النادي الاهلي اللي هو لغايه اخر ثانيه هلعب ولغايه اخر دقيقه هلعب حتى مهما لقيت التيار معاكس مهما لقيت التيار وحتى البطوله دي انا قلت خلاص البطوله دي يا مصطفى ماتش ماتشه لغايه لما نشوف القصه دي هترسى على ايه ان مش هينفع كده وكمان مشكله ان المشاكل اللي جايلك من زمايلك دول زمايلك دول انت هتلعب معاهم بطولات عالم يعني بطولات عالم جماعي ازاي هيكون يعني انا عايز مثلا لما الناس دي تبطل اقول انا اكتسبت خبره من فلان اكتسبت خبره من فلان انا اتعلمت منه كذا اتعلمت منه ازاي كذا ازاي تعمل معايا كده وانا لسه في اول طريقي ويعني احنا يعني المفروض ان احنا نساند بعض انت قصدك تقول كده ده اللي مضايقك مش مضايقك ان الحرب في حد ذاتها مش مضايقني انت مضايقك ان زمايلك في المنتخب بالظبط فانا ازاي انا برضو يعني الفكره كلها ان خلاص ثابت عليا نفسي في الاخر ان انا ضغط كبير جدا مش هقدر انا استحمله وقلت له يعني يمكن بابا هو عنده حته الاراده والمكسب دي شديده جدا والحمد لله اكتسبتها يعني طبعا النادي الاهلي اولا وبعد كده الحمد لله هو بعد فضل ربنا فالموضوع ابتدى يبقى يصعب عليا قوي 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 بس برافو عليك ان انت كملت وما استسلمتش ويمكن صرختك بعد الفوز في هونج كونج الصور احنا استغربنا قلنا يعني الصرخه دي مش هتيجي احنا مش شايفين الضغوط دي يا مصطفى والله انا داخل الماتش مش قادر يعني مش قادر اركز في الماتش داخل فاينل بطوله كبيره زي دي مش قادر اركز في الماتش مع كتر في ضغوط بره مش عارف اركز جوه يعني حتى وانا واصل فاينل وكمان يعني دي من هناك من البطوله صح يعني انت حتى الفرحه يعني مش ده اللي هو ايه يعني لا في تحس عارف لما واحد يصرخ او يبقى سعادته بزياده اهو يعني لا يعني الموضوع ما كانش موضوع يعني ماتش عادي او بطوله عاديه ده موضوع يعني انت بتقول الناس كلها انا هكسب برغم كل ده يعني الحمد لله في الاخر يعني انا كنت خسران الماتش ده يمكن الناس اللي بتتفرج عليا يقول لك ده مش كان فاينل مع بولكور صح ولا مع ديجو الياس ديجو الياس 2-0 نقطه المباراه كسبت رجعت الماتش الحمد لله بتوفيق ربنا ومسكت في الماتش من اقل فرصه مسكت في الماتش بس انا الفكره كلها طبعا الحروب اللي بره دي والدنيا اللي بره دي بس انا كمان حتى يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه دايما حتى في السكواش كده يجي يقول لك انت احسن حته تتمرن فيها فين مصر صح انا ما اتمرنتش يعني انا يعتبر ما بلعبش مع لعيبه خالص بطلت ان انا العب مع اي لعيب مصري طب بتمرن ازاي انا ليا طريقتي في التمرين ما بتمرن يعني الناس تيجي تقول لك مثلا الناس تيجي من كامبات ومن دول بالزبط. ومن برازيل ومن ارجنتين ومن امريكا ومن هونج كونج عشان تيجي تتمرن في مصر انا ما بتمرنش يعني انا عندي يعني بتمرن طبعا على النادي الاهلي كل يوم كل ما اروح الاقيك كل يوم اربع ساعات قاعد جوه بس ليا طريقتي الخاصه بس طبعا اللي هيخش في الاسكواش قوي لازم الماتشات اللي هي المباريات بتاعه الاسبوع دي طبعاً. انا بطلت وقفت مع اللعيبه كلها ان انا ازاي هتقدر تروح تقابل لعيب وهو بيشتكيك وبيعمل لك كده انا بقول بعض برضه مش كله في ناس أسامي. احنا في ناس حبايبي في ناس حبايبي واللي اشتكى ما عارف نفسه بالظبط فانا ما بقولش كله يعني عشان بس ما اقولش ان هي حاله مؤامره كله ولا حاجه بس هي الفكره في كده والحمد لله ربنا بيكرمني في الاخر والحمد لله تصنيف نمره 2 في الاخر بعد كل الحروب دي يعني كمل يا مصطفى كمل ولسه عندك كتير تقدمه لنفسك ولبلدك وفي يعني موضوع تاني بقى عايز اتنقل اليه هو التجنيس والموضوع ده اتكلمنا فيه او حصل فيه شوشره كتير هسمع ردك ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع التايجر الاهلاوي مصطفى عسل ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع نجم الاسكواش المصري مصطفى عسل تاني التصنيف العالمي صاحب ال 21 عام مصطفى يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على قضيه قريناها كتير جدا وانت الحقيقه يمكن الوالد رد واتكلم في اكتر من مكان وهي قضيه التجنيس طبعا انت لاعب اكيد دول كتيرة عايزة تضمك تلعب تحت علمها لأن أنت راجل دلوقتي 21 سنة وده نادر لما تلاقي حد 21 سنة وتلاقيه طلع في التاني أو إن شاء الله هيبقى الأول على نهاية الموسم ردك إيه عن الموضوع؟ ردك عن كل الكلام اللي اتقال إيه يا مصطفى؟ طبعا يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة إن دلوقتي يمكن أنا كل جيلي اللي معايا أو
او الجيل اللي فوقيه او الجيل التحتيه، احنا بنتكلم ان في مش اقل من 30 40 واحد سافروا خدوا منح دراسيه وسكولرشيب في امريكا هناك، وشبه يعني خلاص ابتدوا يفكروا ان ايه خلاص السكواش خلاص يعني احنا خدنا الجامعه واستفدنا بالجامعه وجامعه طبعا جامعات كبيره جدا جامعه ييل يونيفرستي جامعات انا رحت شفت الجامعات دي الحاجات دي كلها عظيمه جدا ان هو يروح، بس خلاص قال لك ايه سكواش يعني وصلني الحته ان انا ما كنتش احلم بيها في الدراسه وخلاص كده يعني زي الفل اكمل في كاريري بقى درسته. فيمكن حضرتك لو احنا هم مسيطرين على اللعبه بس في حاجه خلف الكواليس خالص يعني يمكن الجماهير مش عارفاها، ان احنا الاجيال اللي موجوده كلها بتتكلم في انك 32 35 30 29 21 فموضوع يخوف موضوع في الاخر صحيح يعني عندنا دروب عندنا جاب كبيره ممكن حضرتك كمان خمس سنين ما تلاقيش الا 2 3 مصريين فعلا اللي احنا كنا بنتكلم ان احنا مستحوذين ودي لعبه احنا محتكرينها والكلام دايما اللي بنسمعه اللي هو احنا ما فيش حد بيلعب غيرنا اللعبه دي، لا في وامريكا طلعت بشكل كبير جدا انجلترا ضموا محمد وابتدوا النهارده ديجو الياس بيلعب معاك فاينل بطوله هونج كونج. لا يعني عايز اقول لك حاجه، انا شايل يعني كنت في البطوله دي كمان هونج كونج دي شايل حمل كبير جدا، علي ما بيلعبش دور السيمي فاينل، انا ما فيش الا المصري الوحيد اللي بيلعب في دور السيمي فاينل بس كده، ما فيش حد تاني يعني حضرتك ديجو الياس من بيرو بول كول من نيوزيلندا محمد من انجلترا مفيش خالص. لا وبرده سنغافوره حصل نفس الكلام وابتدينا دلوقتي انت بتتكلم في قضيه اكبر، انت بتتكلم النهارده ان الـ 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 يعني اسم مصر في السكواش، لا لازم نحافظ على كل لاعب ممكن يكمل معاه الفتره الجايه، عندنا دروب جامد لحركة اللعيبه دلوقتي كلها تركيزها اغلب لعيبه تركيزها دلوقتي الناشئين ان هي اغلبهم يعني جمع. ان هي جامعه اخش اروح جامعه هناك اخويا بيدرس هناك اخويا واللعيبه اللي كانت معايا دي احنا كنا بنروح بطوله كده البريتش اوبن دي اللي هي انا اخويا لسه مسافر هيسافر هو بابا النهارده سافر وخلاص يعني في الطياره دلوقتي دايما تركيزهم خلاص ان انا عايز العب سكواش لفتره معينه يبصوا عليا في البطولات العالم الكبيره دي وخلاص انا عايز امشي يعني، مع ان اللعيبه اللي كانت معايا في جيلي دي احنا كنا بناخد اول خمس مراكز هي مصر في انجلترا وامريكا المفتوحه وكل البطولات دي كان كنت جيلك بيروح ياخد اول خمس بطولات دلوقتي يعني اول خمس مراكز اللي مكمل في جيلي 1-2 الجيل اللي فوق 1-2 طب فين يا جماعه فين الناس دي كلها طب مفيش. يعني انت جامعه وما رحتش اكيد اتعرض عليك او مش اتعرض ممكن في يوم من الايام يتعرض عليك موضوع التجنيس لا ده انا دكتور اشرف صبحي المجيد كنت قاعد قاعدين قال لك يعني جامعه هارفرد دي هبروزها جنبي بروزها واتصور معاها جنبي فالموضوع صعب يعني كمان انا عايز اقول لحضرتك الموضوع كتير طبعا والعروض كتير عروض من خلينا نقول السكواش برده يمكن عامله زي طبعا هي بتتفهم يعني ده حته الدول وحته طبعا يعني ما نقدرش نيجي جنبها بس هي الفكره كلها عامله زي ايه انديه كده بس طبعا الصوره كبيره الصوره كبيره جدا وصعبه يعني الصوره بالنسبه للي بيلعبوا السكواش اقل من الناس متخيلها ان هو بيتعامل بالدول كانها نادي يعني رحت من نادي النادي النادي بالظبط بس طبعا بالاخر طبعا صعبه جدا يعني انت بتستبعد طبعا اكيد طبعا يعني اللعب باي جنسيه ثانيه خاصه انت بتقول ان انا حتى جامعه ما رحتش انا جامعه مروحتش. من باب اولى كنت اروح جامعه ولكن انا حابب ان انا افضل انا فاكر كان في بعد بطوله العالم ناشئين دكتور اشرف صبحي جمعنا كلنا وساعتها قال لك انا هعلمكم هنا ولو سمحتوا افضلوا هنا واغلب اللعيبه اللي كانوا موجوده معايا على نفس الترابيزه الكبيره دي كله سافر ما هي دي اللي هتؤدي الى يعني طبعا ادت بشكل كبير جدا ملحوظ في الناشئين ان ابتدى يبقى فيه دروب كبير صحيح والكلام ده هيحصل مع طبعا لما يطلعوا بروفيشنال ورجال وكمان التركيز دلوقتي يعني انا كنت بستغرب جدا مثلا كنت بروح امريكا كنت الاقي مثلا لعيبه برده كلها بتاعت امريكا مثلا ايه احنا عايزين مثلا ايه نخلص نروح جامعه دي وخلاص ده حلمنا اتفاجئ بقى دلوقتي ان المصريين بقت كده خلي بالك انت عندك حتى منتخب امريكا ما في اماندا صبحي مثلا في السيدات دي من اصول مصريه يعني وكمان انت بتروح بتنقل لهم خبراتك ومستوياتك كلها في امريكا في النهارده امريكا دلوقتي منتخب قوي حضرتك دلوقتي شوف كم مدرب محترف هناك في امريكا مصريين مصريين كتير جدا كتير يعني ما يتعدوش يعني هناك مدربين كلهم ان شاء الله مش هننزل من على عرش هذه اللعبه اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل تاني نرجع لحضراتكم ونكمل كلامنا مع مصطفى عسل ولكن بعد الفاصل
اهلا بحضراتكم من جديد. ويعني يمكن مع مصطفى هي بطوله بريطانيا خلاص قربت. احنا عندنا سافر مجموعه من اللاعبين خمسه في اثنين على نفقه الاتحاد صح. وفي ثلاثه على نفقتهم الخاصه. بس اللي بنسافر على نفقاته الخاصه ده برضه رانكينج يعني يعني مش في بريطانيا بياخدوا الرانكد بس. بس الاتحاد ما يقدرش يتحمل تكلفه الخمس. طيب وسافر من عندنا كمان او تم اختيار كابتن احمد حسني المدرب العام في النادي الاهلي مدرب بالمنتخب صح الكلام صح. ده حصل النهارده موقف طريف كده حكوا لسه من ساعه. ايه بقى اللي حصل؟ انا مره واحده لقيت باباي بيكلمني بيقول لي انا مش هسافر. قلت له اللي هيحصل باباك مسافر مرافق مع اخوه مع اخويا هيشاركوا في مروان اخوك صح؟ مروان اخويا تحت 15 سنه تحت 15 مسافرين يشاركوا في بطوله بريطانيا. فراحوا على الطياره بالظبط كده. تمام. ايه اللي حصل؟ هو نمره واحد على مصر تحت 15 ما شاء الله وعنده ان شاء الله ماتش يوم الاربعاء او يوم الثلاث. فحصل ان كابتن احمد حسني كان على نفس الطياره فالطياره عشان الكريسماس وكده والنيو يير وكده اوفر بوكينج وفي حجز بزياده ومفيش ناس كانسلت. ف بابا جه متاخر سنه طبعا كده في الطياره فلقى ان الناس كلها خلاص داخله وكابتن احمد حسني هو وعضو مجلس اداره في الاتحاد عمر مرشدي مشكورين يعني. قال لك لا خلاص ده اللعيب اولى ان هو طبعا يسافر واحنا هنيجي في طياره بكره. طب والله فكانت حركه جميله جدا منهم. يعني يعني بدروا طبعا مروان وبدروا طبعا الوالد يعني لازم يكون ليه مرافق 15 سنه لازم يكون ليه مرافق فيزا كمان مرافق فمش هينفع يسافر لوحده. فهم الاثنين لازم يسافروا. فاحمد حسني طبعا الكابتن احمد حسني قعد بقى المشوار على المطار بس هو هتلاقيه قاعد مبسوط هو لو بالنسبه له لو مروان جاب البطوله هناك هيبقى مبسوط جدا هيروح له بكره ان شاء الله. طيب يمكن خلينا نتكلم على او نتنقل لموضوع ثاني وهو اللي جاي. احنا خلاص عدينا 9 بطولات من الموسم اكيد لسه في بطولات احنا لسه في المنتصف بالظبط. انت الاجنده بتاعتك ايه؟ ان شاء الله عندي امريكا ان شاء الله في شهر 1 اللي جاي ده تسافر يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. خلاص السلامة ان شاء الله. ان شاء الله فين هتلاقي في ولايه ايه؟ في هيوستن هناك في تكساس. بس اول مره تلاقي في هيوستن لعبت مره واحده بس كده السنه اللي فاتت ودي تاني سنه. السفه لعبت في شيكاغو باين ولا ما هي في هيوستن وشيكاغو امريكا خدت برضو جزء كبير جدا وكان الساحل الشرقي هو المنتشر فيه ناحيه نيويورك و... بالظبط 33 بطوله وكونكتكت الحته دي 33 بطوله دلوقتي بتلعب في امريكا من اصل 200 بطوله بي اس اي فده عدد ده انا اخر مره رحتها 2015 ما كانش بالشكل ده دلوقتي الدنيا ابتدت تقول هناك في امريكا وان شاء الله عندي البطوله دي من 12 ل 15. طب مين اللي مشارك في هيوستن دي؟ هل في علي فرج؟ علي فرج بس هو كان اخر كام بطوله مصاب عنده اصابه يعني شارك في هونج كونج؟ ما شاركش في هونج كونج للاصابه ومحمد الشرباجي داخل البطوله دي بطوله كبيره جدا ان شاء الله بطوله امريكا طبعا لا بطوله كبيره كمان بس كانت بتعمل قبل كده ولا عشان كريسماس اخروها ولا ايه؟ لا يعني اخروها سنه بالظبط اخروها سنه وكمان في بطوله دي جولد الاولانيه اللي هي هيوستن دي بعد كده بقى في بطوله اللي هي في محطه القطر هناك في نيويورك دي اللي هي الشهيره اللي هي تي يو سي دي هتتلعب من يوم 18 ليوم 26 بطوله بلاتينيه هتقعد في امريكا الفتره دي ان شاء الله. طيب انت في البطوله الاولانيه اللي هتلعبها اللي في هيوستن لو قلنا ان انت يعني هتقعد فيها 3 4 ايام بتبقى البطوله صح؟ طب الفتره دي هتتمرن فين؟ لوين بطولتين؟ انا رايح من يوم 6 مثلا عشان اتعود على الجيت لاج وكده طبعا طبعا وعندي هناك يعني زي مدير اعمال هناك في في هيوستن يعني هيظبط لك كل حاجه هيظبط لي كل حاجه هو يعني معايا من سنتين ثلاثه كويس مش هنزل مسعود من باكستان و هو يعني عامل بطوله وعامل اجواء جميله جدا ف وكمان البطوله دي كبيره جدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ندوس فيها دي هتبقى اشتركت فيها السنه اللي فاتت؟ اشتركت فيها السنه اللي فاتت عملت ايه؟ خسرت 3-2 من علي في السيمي فاينل بس ان شاء الله دي اي نتيجه كويسه ان شاء الله او مكسب البطوله ان شاء الله بقى نمره واحد على العالم يا رب ان شاء الله هتبقى بطوله. هنلعب بطولتين في امريكا هيوستن والبطوله اللي بعديها ان شاء الله هتلعبها ايه تاني بعد امريكا؟ يعني يناير كله امريكا فبراير جولد وبلاتينيوم اعلى بطولات طبعا وبعد كده بقى في 2 سيلفر في شهر 2 انا مش هلعبهم دول فين؟ دول في امريكا برضو امريكا برضو ومش هلعبهم قررت ان انا اريح نفسي اريح بقى بعد البطولتين دول واقعد شهر 3 بقى يبتدي عندنا بطوله هنا في مصر بطوله البلاك بول مارش دي بتعمل كل سنه في شهر 3 وبعد كده 3-4 بطولات بقى في انجلترا ورا بعض على طول لازم بقى تشارك فيهم الثلاثه دول لا لازم اختار بقى حاجه يعني 2 مثلا منهم ما اقدرش اشارك في كل ده يعني بحب دايما احط بطوله اركز فيها عشان بتبقى كتير قوي صح
عشان ما تحرقش نفسك. اه بالظبط. وبعد كده ترجع بقى اخر بقى حته بتاعت مصر بقى في شهر 4 اخر شهر 4 او شهر اخر يعني شهر 5 كده الجونه وبرده بطوله. يعني احنا مارش هنخش بقى على رمضان تادي. اه بتبقى الدنيا صعب صعبه جدا. ما تقدرش تشارك بره ولا جوه، بتاخد رمضان تمام. هتخش بقى على 105 لان رمضان هياخد نص مارش ونص ابريل. اه بالظبط. هنخش على ماي هتبقى عندك بطوله الجونه. الجونه والبطوله العظمات 8 اخر سنه ليها في مصر هنا. دي اخر سنه. اخر سنه دي نهايه الموسم. بتبقى حلوه قوي بقى. تبقى في الجونه برضو؟ لا بطوله العظمات 8 دي ان شاء الله تبقى في مول العرب برضو. برضو. هي اتعملت 3 سنين ورا بعض. اتعملت اربع اعتقد اتعملت 3 سنين ورا بعض. 3 سنين ورا بعض. اربع سنين كمان. اربع سنين. انا شاركت في اتنين كسبت الاثنين اللي فاتوا دول الحمد لله. فالثالثه بقى اللي جايه ان شاء الله. هي حلاوتها ان حتى هي بتبقى يعني بتاع بس الماتشات بتبقى بيست اوف 3 صح؟ بيست اوف 3 هي مختلفه شويه. ان انت لو خسرت مش هتطلع. مش هتطلع. انا اول سنه فاكر خسرت خسرت وكنت واخد شنطتي وماشي بس قالوا لي لا ده انت عندك لسه عندك ماتشات ثانيه. وبعد كده كسبت كل ماتشاتك. الحمد لله ما شاء الله. طب خلينا نتكلم مصطفى انه نصيحه. انت طبعا احنا بنتكلم هنا وانت تعرضت السنه دي لحجم ضغوطات كبير جدا والحمد لله ربنا كرمك ولسه عندك الكتير تقدمه لنفسك ولبلدك. هل ايه النصيحه اللي تقولها لاي لاعب يعني لما يشوف قدامه صعوبات او يشوف قدامه حاجات تحبطه يخرج من ده ازاي؟ لازم يكون دماغ ناشفه جدا من الموضوع ده. ما يهمكش اي حاجه بتحصل بره الملعب. فكر انت في نفسك. فكر انت عايز تعمل حاجه لاسمك لبلدك لناديك. انت بتفرح يعني انت بتصحهم بالاصرار بالظبط. بتفرح جماهير معاك. بتفرح اهلك معاك برده لما بتعمل لما انت يكون عندك عزيمه واصرار ده وعنيد للدرجه دي. الموضوع ده بتبقى شخصيات. فالشخصيه دي مطلوبه جامد جدا ومطلوب ان انت ما تفكش لغايه لما تقول لا خلاص انا فعلا لو كملت مش هقدر انا اكمل في يعني على اخر تكه خالص استسلم يعني. بس طبعا استسلام مرفوض والحمد لله يعني. يمكن قرار اللي انا كنت عايز ابطل دي برده كان قرار صعب جدا 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 جدا. بس انا عارف حبك للسكواش ازاي. بس عشان تطلع من يعني منك كلمه ان انا بطل وتقولها لباباك ومامتك يبقى انت فعلا فعلا يعني متعرض لامور يعني ما تحملهاش حد. حاجه انا اول مره بابا يقول لي في حياتي يا ابني انت صعبت عليا. دي ما حصلتش. انا اتفاجئت منه ان هو عمره ما بيقول كده وعمره ما بيحصل حاجه زي كده. طب تخيل بقى لو كل اللي حواليك دول او يعني يا رب يهديهم. بس الحمد لله ان في ناس بتحبك. في جماهير واقفه يعني طبعا. انا مش قادر اقول لحضرتك دايما المسجات اللي بعت لي او على الصفحات او على الدرجه الثالثه تبع الاسكواش يا مصطفى. والله يعني بنحاول. لا انت اكيد لامس ده. طبعا. واكيد شايف جمهور يعني لو الاسكواش اتفتح هتلاقي جمهور الكوره والسله والطايره والواد بيجي يشجعك. دايما في ظهرك دايما. يعني انا احب اشكرهم جدا على الثقه الكبيره قوي دي. وعارفين ان في ضغوطات وعارفين يعني دايما عارفين ان في مشاكل بس دايما واقفين في ظهرك ودايما حاسين بيك ان انت هتكسب. من دايما في البطوله اللي فاتت دي كل واحد قابله او لما بشوفه على السوشيال ميديا او يقول لك احنا كان عندنا ثقه في مصطفى. ازاي انا ذات نفسي ما كانش عندي ثقه يا جماعه انتوا ازاي جايبين الثقه دي؟ يعني ده انا تعبان ومصاب 10 9 خلاص الماتش بيخلص. ماتش فعلا كلينيكيا 2 0 خلص خلاص. جبت الماتش الحمد لله. كانت كامباك يعني الحمد لله تاريخيه. الحمد لله ودعم طبعا مجلس الاداره الكبير ليا وبس كابتن محمود الخطيب ومهندس خالد مرتجي ويعني الناس دي مساعداني بشكل مش طبيعي. مش يعني من اول يوم جيت في النادي الاهلي وكان عندهم ثقه فيا ان شاء الله ان انا هبقى نمره واحد. لسه ما حققتهاش ان شاء الله بس ان شاء الله اوعدهم نمره واحد ونقعد حبه حلوين نمره واحد ان شاء الله. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله انت قدها. وعندي صوره بقى هعرضها وعايز اسمع تعليقك. بس خلينا نطلع لفاصل. ماشي. خلينا بعد الفاصل نشوف الصوره. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان نكمل حوارنا مع مصطفى عسل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مصطفى قبل الفاصل كنت اتكلمت معاك ان احنا هنعرض صوره واسمع تعليقك عليها. الحقيقه انا برضو متشوق اشوف الصوره معاك فممكن نعرض الصوره كده. الصوره دي يا مصطفى. يعني انت ايه كنت بتقلد ميسي ولا ايه؟ لا بس ميسي اللي قلدك. لا كنت بعلم ميسي. لا طب قول لي يعني لا كلمني بقى عن الصوره دي وكانت فين يعني احكي لي بالتفصيل. والله الصورة دي من أحلى الصور يعني دايما اللي هو أخش أتفرج عليها. والصورة هي جنبنا هي اللي جبناها لك جنبنا. لا يعني ساعتها أنا كنت لسه كسبان بطولة العظمات 8 لتاني سنة.
ويعني ساعتها كنت انا لسه عامل برضو الصوره دي في بطوله الجونه لسه فبس طبعا يعني هي احلى بطوله. انت من كلامك بحس ان هي بطوله العظماء الثمانيه اللي الدرع بتاعها في ايدك ده واحلى صوره بس عشان عالم الاهلي والله يعني كمان عالم الاهلي ده اللي هو القديم اللي يعني يا باشا طبعا مشكور اي علم اي لا لا اي علم حط علم النادي الاهلي حطيناه بتاع 1905 ولا 12 احنا 12 1920 ساعتها دكتور محمد يوسف الدهوني والله وقال لي هتكسب ان شاء الله البطوله دي بالعالم ده. طيب دي مين اللي صورها لك؟ واحد صاحبي. واحد صاحبك. انا قلت هتقول بابا. لا لا. طيب انت كنت هنا في احد الاوتيلات ولا في بيتك؟ في احد الاوتيلات. طيب وكنت البطوله دي كانت هنا؟ البطوله دي كانت هنا في مول العرب. في مول العرب. ويعني انت يوميها قعدت في الاوتيل وفضلت لغايه تاني يوم؟ تاني يوم وبعد كده اخدت الصوره دي. ما نمتش يوميها؟ ما نمتش ما جاليش نوم. مش نوم لا يا المال لا هي بص هي اصعب واحده اللي كانت بص قنبله الاولى الاولى دي كانت مشوارك كنت نمره 12 وداخل البطوله بالعافيه اصلا داخل بالباك دي اللي كانت بالنسبه لنا لعيب رقم 12 على العالم صح؟ واول مره يلعبها تخش يكسبها لا وتخسر اول ماتش صح؟ خسرت اول ماتش مع حسن البنجي بقول لك اول ماتش كمان تخسره اللي هو يعني ايه ما فيش لو جبت اثنين في مصر كلهم يتوقعوا ان مصطفى عسل يكسب البطوله دي مستحيل بص خد مني اللي انت عايزه ده انا داخل بقول للناس كلها يا رب بس اعمل جيم كويس طب اكسب ماتش في المجموعات طب مش عارف يعني اللي هو الطمع جايبني ان انا اكسب ماتش في المجموعات يعني تقوم تكسب البطوله الحمد لله فبص هي لكل مجتهد نصيب لكل مجتهد نصيب طيب خلينا نتكلم عن السكواش دلوقتي نعترف ونقول انه في ازمه انه الحقيقه دلوقتي كنا بنتكلم زمان ان ال10 توب 15 مش هنقول توب 10 كانوا كلهم بيبقوا مصريين ممكن تلاقي لعيب زي الصين في تنس الطاوله تلاقي اول 15 اول 50 لعيب صيني وتلاقي 2 3 اوروبيين صح احنا الحقيقه بدا الموضوع يرجع شويه بقينا بنلاقي فاينل او سيمي فاينل النهارده فريق السيدات بيكسب بطوله بعد فتره كبيره جدا ما خدهاش فريق الرجال ما يعني عندنا لا في ازمه شايف ايه الطريق ازاي نخرج من الازمه دي وازاي نرجع تاني هيبتنا وازاي نرجع البلسكواش تاني نتسيده زي زمان والله انا شايف ان البنات ماشيين بشكل كويس جدا الفكره كلها ان هي اتعكست الموضوع اتعكس في الولاد اكتر ان يعني البنات ما عندهاش مشكله البنات خدين بطوله عالم اتطورت اتطورت البنات يمكن كان العكس كانوا يعني من فتره ما كناش لاقيين صحيح اللي يعني اللي كان واحد اتنين نور الشربيني كده لكن دلوقتي الطفره بقت في البنات شويه شايف ان البنات المصريه قويه جدا هيخشوا يخبطوا في يعني في يمكن عشان ما عندهمش موضوع الجامعات مش بيروحوا بكثافه بالظبط خلي بالك ما هي دي الموضوع ده خطر جدا هو موضوع الجامعات ده احنا لازم 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 يبقى ليه وقفه يبقى ليه قاعده مع الجامعات هنا في مصر يا جماعه انا هدي للولد ده مثلا سكولرشيب يا جماعه مثلا بصوا شوفوا مثلا ادعموا الناس دي ادعموا الناس دي ان الناس دي هتروح تاخد من جامعات هارفرد وييل والحاجات اللي هي الكبيره دي فطبعا بالنسبه لهم موضوع مشاق جدا ان انا هروح مش هصرف اي حاجه وبص حضرتك دلوقتي شوف مثلا عشان تخش هارفرد دي اصلا تدفع كام وعشان تخش لازم المجموعه بتاعك يبقى كام اكاديميك حاجه سوبر طبعا وماديا حاجه صعبه جدا طبعًا. انا رحت جامعه هارفرد لما كنت هناك في 2015 ورحت كمان جامعه يين يونيفرستي اللي في نيو هيفن ورحت شفتهم الجامعات حاجه ما تقدرش تخبط على بابهم لو انت بتتكلم كدراسه لا ده السكواش بيفتح لك بقى الباب خش بالظبط فاحنا هنا لو ممكن نعمل حاجه مع الجامعات سكولرشيب ان انا عارف ان الموضوع صعب يعني لازم دي بقى تبقى مثلا مع يعني رئيس الاتحاد يظبط مع الدكتور اشرف صبحي مع الجامعات ان يبقى في لازم يكون لها حل بالظبط لازم يكون لها حل ان انا شايف ان السكواش بياخد كيرف وحش مش حلو وحتى اللعيبه اللي هي بروميسنج واللعيبه اللي هي متوقع ان يحصل فيها يبقوا جامدين وكده وكده للاسف بيطلعوا بره وبيسافروا امريكا وكمان طبعا هناك الدراسه بتبقى اكتر بكتير فممكن مثلا احنا نقول ان هو هيروح يلعبوا بره ما هم هيروح يلعبوا بره بس طبعا مش نفس التركيز ونفس المستويات اللي هنا بالظبط ان هناك بيعتمدوا على الدراسه بشكل 100% رقم واحد فسكواش هيبقى على جنب هارفرد عشان جامعه هارفرد تقول لك لا معلش اصل في محاضره عشان سكواش لا طبعا مفيش الكلام ده كان مين اللي درس في ايروداينامكس في هارفرد ورجع لعب تاني مين علي ولا مين علي فرج علي فرج ده علي درس في هارفرد انا فاكر ايروداينامكس انجينيرنج الحاجه الوحيده اللي يعني عمرها ما حصلت ان واحد يدرس ويرجع يبقى نمره واحد على العالم ورجع بقى ما حصلتش
ان حد يحصل كده مستحيل يعني. دي حاجه ما شاء الله عمرها ما حبه للسكواش اللي رجعه بالظبط فاهم. وكمان يعني وخليني اقول لك معلش يا مصطفى كلامك بامانه, في ناس قالت لي علي هو علي بيعمل ايه انت بتعمل ايه يعني يعني في ناس انتقدته انه ازاي يسيب بقى راجل جراديويتد من الايروداينامكس في هارفرد اللي هو يشتغل في ايه بقى معلش بالزبط. في ناسا في ايرباص في بوينج يعني حاجه طبعًا. يشتغل في حاجات جامده والسكواش في ناس مع ذلك برغم ان احنا شايفين انه عمل حاجه كويسه انا وانت في ناس قالت له لا انت ايه اللي رجعك طبعا. فلازم يبقى في حل, لازم يبقى في حل. انا شايف ان هي اول حاجه واخطر حاجه اللي هي 90% اصلا هي الموضوع الجماعات ده وموضوع ان تركيز اللعيب وتركيز الاهل يبقوا رايح لحته تانية غير السكواش. وانا شايف ان لو احنا استمرينا كده الفتره الجايه 5-6 سنين هتسمع عن اسم مصر قليل جدا في الناشئين في قصدي الناشئين ولاد وكبار مش صغار. بس الناشئين لسه دلوقتي الناشئين لسه احنا اهي لان ما فيش الاغراءات دي بتاعه السفر. بس مشكله الناشئين اللي هي من 17 خلاص بيبتدي يربو بيبقى خلاص بيبقى خلاص اه كده على 15 و13 لا 15 احنا كويسين يعني. انا عندي الجيل اللي هو اخويا جيل مروان كويس جدا في كام لعيب كويسين راحوا امريكا عملوا شغل كويس راحوا بالظبط. وعندهم برضو منافسه كبيره قوي البريتش اوبن دي ان صعب. طبعا بطوله انجلترا مفتوحه دي برضو نوضح للساده المشاهدين ان هي ده بطوله عالم صغيرين اقوى بالظبط كده. فمفيش بطوله عالم رسميه لتحت 15 وتحت 13 وتحت 17 بس هي يعتبر بطوله عالم. ربنا يستر في النتائج طبعا مش مقلقين من الاعمار وان كمان يعني الناس كلها بتشتغل دلوقتي الناس كلها دلوقتي امريكا حتى ابتدوا يركزوا ان هم اللعيبه دي ازاي تطلع بروفيشنال وازاي تلعب بعد كده مش بس مركز على الجامعه. فاحنا علمك انا مش مستبعد لما امريكا تقف على رجليها في اللعبه دي جامد تبقى منافس قوي انها تبقى اللعبه الاولمبيه. خلي بالك يعني طبعا طبعا يعني النهارده بتكلم على انجلترا امريكا لما يبقوا الدولتين دول لا تقول لك ليه طب ما اضغط وتخش لا هو ابتدى يرسم لنفسه امريكا ابتدى يرسم لنفسه خطه وماشي عليها بقى لفتره ان هو جاب المدربين جاب الولاد الصغيره ان هي تبتدي تطلع اجيال برده من يشوفوا الاحتكاك المصريين عاملين ازاي جابوهم في الجامعات كلها علوا مستوى الجامعات يعني ليفل الجامعات دلوقتي في امريكا الماتشات اللي هي بتتلعب ما بين الجامعات حاجه وكان زمان 8 9 جامعات دلوقتي بقوا كام؟ دلوقتي بقوا كتير 35 جامعه مثلا مثلا عندهم بروجرام سكواش دي بروجرام سكواش لا السكواش انتشر جدا. انا فاكر كويس وقعدت لغايه 2017 اتابع انت عارف عشان كان بنتي وبتاع فكنت بتابع لغايه ما وصل ان انا لقيت فيه قال لك في 9 جامعات قبل كورونا 9 جامعات عندهم بروجرام النهارده انت يعني مش على حسب كلامك في كتير قوي وكمان مش اول 8 بس اللي هو هارفرد ويل وكولومبيا والحاجات اللي هي مركزه دي لا ده دلوقتي بقى في الجامعات حتى اللي هي المغموره هناك ابتدت تلعب سكواش ابتدت تلعب فيها جامعه فيها جامعه انا فاكر في ولاد راحوا لها من عندنا مصر. فانا يعني طبعا الحذر كان من قبل كورونا بس اتنست مع كورونا صحيح. فللاسف يعني ربنا يستر على اللي جاي وان شاء الله هيبقى في خطه يعني انت عايز مشروع كبير يتم من خلاله رعايه اللعيبه دي بالظبط دراسيا لازم يكون في من قبل كذا جامعه او جامعه او اي حاجه بس يعني تغري اللعيب ده ان هو اقعد ويبقى انت عملت اللي عليك اللي هو في الاخر برضه جبت له اوبشن يفكر بالظبط. وكمان مش شرط اللعيبه اللي هي توب التوب يعني اللي اعمل اللي بعديهم بالظبط يعني ممكن برضو في ناس تعدل على كلامي وتطلع تقول ان هو طب ما انا بعمل اللعيب فلان وبعمل طب ما حضرتك تعمل لواحد او اثنين او ثلاثه لا لازم مثلا اول مثلا سي مثلا اول 8 اول 10 عشان اطلع بعد كده المحرك اللي بيروح من هنا من مصر لجامعات امريكا مش شرط بيكون اول 10 برافو عليك بيكون من اول 20 اول 30 برافو عليك فبيروح هناك انت قصدك انه يعني ما تبقاش حاجه واحده اثنين لا انت ممكن تاخد المصنف ال 28 لما ترعاه هيبقى الاول بالظبط عشان ما نجيش برده في الاخر نقول اللعبه دي كانت في وقت من الاوقات بتاعتنا وراحت وهنيجي نلوم نفسنا ان احنا في الوقت ده بنقول ان ما حدش بيلعب غيرنا. صحيح صحيح. مصطفى نورتيني وشرفتني. انا سعيد جدا جدا النهارده بكلامك ما شاء الله انت بتنضج بشكل كبير وانا يمكن اكتر واحد حاسس بده لان انت على طول دايما ضيفنا يعني المرحب بيه. بشكرك يا مصطفى نورتيني. لا انا كنت مبسوط جدا مع حضرتك النهارده ودايما كل مره كده يعني في انتصارات وان شاء الله المره الجايه ان شاء الله ابقى نمر واحد ان شاء الله ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع مصطفى عسل وان شاء الله مستنيين يبقى نمبر 1 نمبر 1 في السكواش على مستوى العالم. هو قدها باذن الله كل الدعم لمصطفى كل الدعم وكل الدعاء قلوبنا معاه ان شاء الله يقدر يحقق ده ليه ولنفسه والنادي والمصر وكلها. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى لقاء اخر مع الابطال.